السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ اليوم بدرس بسيط هو كيفية عمل جدار بطبقات تفصيلية. طبعا هذا الأمر ضروري جدا لبدء بأي مشروع، ويجب أن يكون بشكل تفصيلي لكي يكون مفيد في المراحل المتقدمة من المشروع. كل ما كان الجدار مفصل فيه المواد بطريقة موصفة بشكل دقيق، كل ما كان أسهل في المراحل المتقدمة من المشروع. نبدأ بعمل جدار بسيط، اللي هو أمر بسيط، إما عن طريق الآيكون من هذا المكان أو بالشورت كات اللي هو WA. نبدأ نأخذ أي جدار بسيط من الجينيريك اللي هو Basic Wall Generic. نعمل Edit. أوكي. نذهب إلى أولا نعمل Duplicate ولنسميه. في هذه الفيديوهات سنستخدم اللغة العربية بشكل مكثف، ليس لأننا لا نستطيع الكتابة الإنجليزي، وإنما لأنه موجه إلى أخواننا في الدول العربية بشكل عام. سنسميه جدار بلوك أسمنتي 30 سنتيمتر. نذهب إلى الستركشر اللي هو طريقة تفصيل الجدار. ننتبه إلى شيء مهم جدا، لكل جدار هناك ستركشر في هذه المنطقة وطبقتين في الأعلى والأسفل الذي هي كور. سنشرح ما معنى هذه الكلمات لاحقا. الستركشر اللي هو جسم الجدار بشكل أساسي هو عبارة عن بلوك أسمنتي. نفتح الماتيريال اللي هنا. في هذه المنطقة سنقوم الآن بعمل مادة جديدة أو الاستفادة من المواد الموجودة أولا. إذا بحثنا عن ماسونري كونكريت بلوك الذي هي هنا، ممكن نستخدمها أو ممكن أن نعملها دوبليكيت ونسميها تسمية أخرى. الذي بهذا المكان rename نسميها أسمنت، عفوا بلوك أسمنتي أسمنتي. أوكي. نبحث عنها بلوك أسمنتي، دبل كليك لنأخذ المواصفات لهذه المادة. الآن لكل مادة مواصفات، إما مواصفات جرافيك التي هي تشرح كيفية إظهار هذه المادة في الهيدن لاين أو في الشادو أو في الشيدد، وهناك شيء اسمه أبيرنس التي كيف تظهر أثناء عملية الريندرينج أو أثناء عملية الإظهار بالرياليستيك سيتينجز. لون المادة في هذه المنطقة سنجعله أبيض مبدئيا. Surface Pattern الشكل الخارجي أو تهشير السطح المادة هو بهذا المكان بلوك بهذا الشكل. الآن الكات باترن الذي هو مهم في المساقط والمقاطع، يمكن أن نختار Custom Pattern. سنذهب إلى Pattern اللي هو Brick Work. أوكي. نقول له دن. أوكي. أوكي. إذن صار الآن أصبح structure. أوكي. structure أصبح بلوك إسمنتي سماكة 20. إحنا لا رح نستخدم double wall، رح يكون عبارة عن جدار مزدوج طبقة 15 سنتي. أوكي. وطبقة أخرى insert برضو هي structure، ستكون أيضا بلوك أسمنتي. بلوك أسمنتي أوكي، وإنما سماكتها 10. أوكي thickness. الآن بين هذه الطبقتين سنجعل طبقة اللي هي عبارة عن طبقة عازل حراري. لاحظ حطينا وضعنا بين الاثنين طبقة أخرى structure. هذه المنطقة لن تكون structure، ستكون
شيء اسمه thermal air layer، عبارة عن طبقة حرارية كعازل حراري. سنستخدم عازل حراري insulation thermal barrier. يمكن أن نضع نفس المادة أو ممكن أن نسميها كما فعلنا قبل قليل. أوكي. سماكة هذه الطبقة 5 سنتي أيضا. أوكي. الآن لاحظ هذه الطبقات محصورة بين الكور إلى الكور، إذن هذا هو الجسم الأساسي للجدار. سنضع الآن طبقات التشطيب أو الفينيشينج. ضغطنا على الرقم 1 وضغطنا insert. نلاحظ أن هناك كلمة exterior side و interior side، يعني الطبقة الخارجية من الجدار والطبقة الداخلية من الجدار. لدينا الآن هنا سنستخدم finishing، سنستخدم طبقة plaster، نبحث عن plaster. أوكي، plaster board يمكن أن تكون هي. سنصنع منها نسخة أخرى ونسميها لياسة أسمنتية. أوكي، نبحث عنها لياسة أسمنتية. دبل كليك الياسة الأسمنتية. نفس العملية، يمكن أن نختار شكل المادة من الخارج. سيكون لونها أبيض. سيرفس باتن، يمكن أن نضع لها تهشير للسطح الخارجي، أنا لا أفضل، وأيضا أنا لا أفضل أن يكون هناك لها تهشير كمقطع، لذلك نختار نو باتن من هنا. دن. أوكي. أوكي. جميل. نضع لها سماكة 2 سنتي. أوكي. سنعمل طبقة ثانية من الياسة الداخلية. Insert. أوكي. سنأخذها إلى الأسفل. Down. أوكي. هي ليست structure وإنما هي finishing. لاحظ أعطيناها رقم مختلف. في الأعلى finish 4. في الأسفل finish 5. أوكي. يمكن أن نأخذ عوضا أن نذهب ونختار ماتيريال جديدة من هنا وكذا، نأخذ من هنا من هذه المنطقة، عفوا copy paste. أوكي، نأخذ سمكة 2 سنتي برضو. جميل. الآن سنضع أيضا طبقة دهان في الأعلى. insert. طبقة الدهان ليس لها سمكة فعليا، وإنما تدعى بشيء يسمى membrane layer، طبقة غشاء. سنختار مادة لهذه الطبقة والتي هي دهان. paint. آسف. أوكي. وأيضا في الأسفل سنختار insert. سنضعها في الأسفل أيضا membrane. أوكي. يمكن أن نأخذ نفس التسمية. copy. نضعها هنا. بس. أوكي. يمكن أن نرى preview للجدار أو استعراض للجدار في هذا الشكل. هذا استعراض لمسقط في الجدار. يبين هنا الطبقات التي استخدمناها. طبقة الأسمنت، البلوك الأسمنتي والبلوك الأسمنتي والعازل الحراري وطبقات الياسة في الأعلى. والأسفل. طبعا الدهان لا يمكن يبين لأنه لأن سمكته صفر. أوكي. الآن أصبح الجدار جاهز كفاميلي إضافية. الآن صار موجود لدينا باسم basic wall الذي هو الفاميلي الأساسي basic wall، جدار بلوك أسمنتي 30. لنجرب الآن. أوكي. الآن الجدار في هذا الشكل، هذا الشكل. هاي. نجرب بعض المنحنيات. أوكي.
اوكي تمام. الآن هذا مسقط، لا يمكن أن نرى التفاصيل في هذا الجدار لأن مستوى الإزهار في هذه اللوحة هو كورس يعني أنه خشن جدا، لا يمكن أن نرى التفاصيل. إذا ذهبنا إلى فاين سنرى جميع التفاصيل المطلوبة الآن. أوكي، نلاحظ أيضا أن سمكات الجدار أيضا غير واضحة، لا يمكن أن نرى السمكات، فيمكن أن نظهرها بأمر الذي هو thickness line أو line thickness. إذا كبسنا الاختصار TL يعطينا line thickness، أو موجود الأيكون في هذا المكان يظهر لنا السمكات بشكلها الحقيقي. أوكي. يجب دائما أن ننتبه أن لوضع الجدار. الآن نفترض أن الجدار موجود بهذا الشكل، أنا أريد أن أقلب الجدار إلى الأعلى أو إلى الأسفل، أي أين الخارج وأين الداخل، عن طريق عملية space. لاحظ أن الآن أصبح إما من هذا الطرف أو هذا الطرف. الآن ببساطة إذا أريد أن أقلبه إلى الأعلى أو الأسفل، لدي هذا الآيكون اللي هو عبارة عن السهمين، أكبسه فيختلف الشكل. إذن هذا بشكل مبدئي كيفية عمل طبقات الجدار أو تفاصيل الجدار بشكل تفصيلي. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي إن شاء الله لاحقا في فيديوهات تعليمية أخرى. شكرا لكم.